معنا عبر الهاتف من الرياض عضو مجلس الشورى السابق السيد محمد الزلفة. بعد التحية سيد محمد، طبعا أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم خطة إصلاحات واسعة تحمل اسم رؤية السعودية 2030، طبعا في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين. في اعتقادك سيد محمد، إلى أي مدى ستحقق هذه الخطة أهدافها في مجال التنمية الشاملة؟ من المؤكد أن هذه الرؤية وهذه الخطة التي اعتمدت اليوم وانطلقت رؤاها في ابتداء من هذا اليوم تبشر بخير كثير للمملكة العربية السعودية، وتبشر أيضا بطموح نحو مستقبل آمن بعيدا عن الاعتماد كلية على مداخل البترول. وكما هو معروف بكل أسف مرت علينا فترة ونحن نعتمد على البترول بما يقدر بحوالي 96% من دخلنا القومي، وهذا أمر خطير لبلد ينمو بسرعة، لبلد زاد سكانه، لبلد النسبة الكبرى منه شباب دون 30 من العمر. ولذا الرؤية السعودية هي تخطط لمستقبل آمن لمجتمع يتطلع إلى حياة أفضل ولا يصاب دائما بقلق ماذا سيحدث لو شحت مواد البترول. إلى أين نتجه؟ ماذا نفعل؟ ولذلك أصبحت الأمور واضحة، والآن هو القضية قضية يعني استجابة المواطن لرؤية متطورة ومتقدمة جدا، ربما لكون المواطن يعني استكان لوضع معين لفترات طويلة، ربما يرى في الخطوة أو الرؤية الجديدة نوع من القلق لدى البعض، ولكن أولئك القلقون هم الذين لا يدركون خطورة ما ستؤدي إليه الأحوال فيما لو لم نتبنى مثل هذه الخطوة الرائدة. نعم سيد محمد، طبعا من أبرز الخطوات التي سوف تتبع لتنفيذ هذه الخطة تحويل صناديق العامة إلى صناديق سيادية، أيضا التركيز على القطاع الخاص، وأيضا هناك نقاط قوة وهو العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية. كل هذه العوامل كيف سوف تساهم في نجاح هذه الخطة وتطبيقها خلال السنوات المقبلة؟ من المؤكد أن هذه المقومات التي أشرت إليها والتي أشارت إليها الخطة بوضوح هي المفتاح لضمان نجاح هذه الرؤية. في المملكة العربية السعودية قارة فيها الكثير والكثير من الإمكانات والثروات الهائلة غير البترول. البترول نعم، نحن أكبر مستودع في العالم أو مخزون بترولي في العالم السعودية، ولكن لا نريد أن نركز على هذا المخزون. لدينا مثل ما ذكر الأمير محمد في شرحه لهذا الأمر يعني ثروات معدنية أخرى لم نهتم بالكشف عنها واستثمارها. لأن الآن البترول تقريبا دلع المواطن السعودي لدرجة أنه أصبح يعني لا يأبه بشيء آخر، ولكن لا نريده يواجه الحقيقة في المستقبل فيصبح في أزمة. الموقع كما ذكر سمو الأمير أيضا، الموقع المملكة العربية السعودية بين ممرين مائيين، وربما يكون ممر مائي ثالث هو البحر العرب الذي سيكون للمملكة إطلالة عليه في القريب العاجل. الآن لدينا أيضا إطلالة على أفريقيا وعلى شمال أفريقيا والقارة الأفريقية وعلى أوروبا من خلال جسر الملك سلمان. إذن هذا الموقع الرائع يأهل المملكة العربية السعودية سوف يكون عامل نعم سيد محمد، يعني ما هي فوائد مشروع طبعا البطاقة الخضراء الذي سيتم تدشينه في غضون 5 سنوات؟ طبعا هي سوف تكون ضمن 5 خطة الرؤية السعودية 2030. مزيد من التوضيح. اي بكل تأكيد المملكة لدينا ما بين 12 الى 13 وربما 14 مليون غير سعودي.
نعم. سواء من عرب والمسلمين، من غير عرب ومن غير مسلمين، كلهم يعملون. بعضهم مثل ما ذكر سمو الأمير محمد بن سلمان، بعضهم مضى عليه 30 سنة 40 سنة ويعمل في هذه البلاد. نعم. ولكن نريد أن نستقطبه، نريد أن يكون له موقع في الاقتصاد السعودي، ليس فقط يجبي مالا ثم يعني يحركه إلى مكان آخر لا تستفيد من الأرض الذي يقيم عليها. فإذا أصبح هذا الإنسان يعيش معنا في هذا البلد ولديه دخل ولديه يعني ما يستطيع أن يسهم في الاقتصاد، فلماذا لا يعامل معاملة مختلفة؟ وهذه أمامنا 5 سنوات كي نطبق هذه التجربة التي ربما تكون رائدة في الوطن العربي. نعم، من الرياض عضو مجلس الشورى السابق السيد محمد الزلفة، شكرا جزيلا لك.